هاي أصدقائي، معكم أنخلة. أهلا وسهلا بكم على قناتنا. وصفتنا لهذا اليوم هي دي لا كوتينا أوتومانا غريغا إي أرابا مسكعة، بمعنى من المطبخ العثماني واليوناني والعربي المسقعة. هكذا تبدو وصفتنا بعدما أتممت إعدادها، لذيذة وشهية إلا أنها دسمة بعض الشيء. وسوف نتحدث بعد لحظات عن أصول هذه الوصفة التي اختلف عليها المؤرخون. هنالك اختلافات في أصل هذه الوصفة. هنالك من يقول عنها مصرية الأصل، والبعض يقول إنها شامية الأصل، ولكن الغالب أن منشأ هذه الوصفة أما أن تكون اليونان أو تركيا، وبعد ذلك انتقلت إلى الشرق الأوسط وأوروبا. إلا أن الغالب في أصول هذه الوصفة تعود إلى زمن الدولة العثمانية، ومن ثم انتشرت إلى الشرق الأوسط وأوروبا. أسموها في مصر والسعودية وفلسطين المسقعة، وفي سوريا أسموها المطبق، أما لبنان وفلسطين فيضيفون إليها الحمص وبعض الخضروات ويسمونها المغمور، أما أهالي العراق فيسمونها بالتبسي. أما اليونان فيضيفون إليها اللبن الزبادي والخيار والجبنة على الوجه. أما في تركيا وفي زمن الدولة العثمانية فيعتمدون طريقة القلي لجميع هذه المكونات، ويتركونها في درجة حرارة الغرفة حتى تبرد، ومن ثم يتناولونها. واليوم أنا أعدها لكم كما كانت تعد أيام الدولة العثمانية. المسقعة يدخل بتكوينها الباذنجان أو البطاطا، هما مكونان رئيسيان لهذه الوصفة، وبعد ذلك يضاف إليها البصل واللحمة المفرومة. وأيا كانت أصولها، تبقى هذه الوصفة هي الألذ في جميع الدول التي ذكرتها قبل قليل: تركيا، اليونان، مصر، السعودية، فلسطين، سوريا، لبنان والعراق. متابعينا الكرام، وكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، قبل البدء بإعداد وصفتنا لهذا اليوم ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وتحويل لونه من الأحمر إلى الرمادي وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية تحضير هذه الوصفة اللذيذة مع أنخلة. باموس! والآن إليكم المقادير: حبتان من الباذنجان مدور الشكل كبير، حبتان من البطاطا كبيرة، حبتان من الطماطم وسط، حبة بصل واحدة كبيرة، نصف كيلو لحمة مفرومة. أما بخصوص البهارات فهي ملعقة كوب من الفلفل الأحمر، ملعقة شاي من الفلفل الأسود، ملعقة كوب من الكاري، رشة ملح، وثلاث فصوص من الثوم، وزيت زيتون. ها هي مقاديرنا. الآن وضعت المقلاة على النار، وضعت فيها ملعقتين من زيت الزيتون، وها أنا أضع نصف كيلو من اللحمة المفرومة. وأثناء تسوية اللحمة على النار مع زيت الزيتون أضيف إليها البهارات. فاتني في المقادير أن أذكر لكم بأننا بحاجة إلى رشة من القرفة أي الدارسين،
مكعب ملعقة شاي. نقلب اللحمة هكذا على النار. الآن سأنزل عليها بالبصل المفروم ناعما. ونقلبها. الآن سأضع أوراق اللورة وأغطيها وأتركها على النار حتى تنضج. في هذه الأثناء أعمل على تقطيع الطماطم على شكل شرائح هكذا. شرائح مدورة. هي الطماطم بعد تقطيعها أضعها جانبا. الآن سأخذ حبة الباذنجان وبنفس الطريقة أعمل على تقطيعها على شكل دوائر دون تقشيرها. هذه موصولة نظيفة الآن، أقطعها هكذا. أضع الباذنجان هنا وأرشه بالملح. وها هي حبة الباذنجان الثانية، سأعمل على تقطيعها بنفس الشكل. سأخذ حبة البطاطا هذه بعدما قشرتها، سأعمل على تقطيعها أيضا على شكل دوائر. ها هي البطاطا بعد التقشير والتقطيع، أضعها جانبا. والآن نقلب اللحمة ونراها إن كانت قد نضجت أم لا، هي بحاجة إلى المزيد من الوقت. نتركها حتى تنضج تماما. الآن وبعدما نضجت اللحمة معنا تماما، سأطفئ عنها النار
أرفع ورق الغرب سأضع لها رشة من الملح وأتركها جانبا ولمحبي الزعتر الناشف ها هو سأضع بما مقداره ملعقة طعام وأقلبها وضعت المقلاة على النار ووضعت فيها زيت للقلي الآن سأضع البطاطا ليتم قليها الآن سأعمل على تقليب البطاطا وبعدما نضجت البطاطا معنا سأرفعها من النار هكذا ونستمر الآن سأضع الباذنجان لنقلهم هو الآخر الآن أرفع الباذنجان من النار هكذا أضعه على ورق نشاف وكذلك البطاطا ونستمر الآن سأأخذ النقلاء الصغيرة أضع بها القليل من الزيت خاص بالقليل الآن سأضع طماطم
الطماطم لا تستغرق وقت طويل. الآن سأضع الثوم أيضا ليأخذ لون ذهبي سائل. وها هي المواد التي تم إعدادها قبل قليل، أصبحت جاهزة. البطاطا المقلية، الباذنجان المقلي، اللحم المفروم، والطماطم، وأخيرا الثوم. الآن إليكم طريقة التقديم. سنضع طبقة هنا من الباذنجان، ها هي الطبقة الأولى من الباذنجان وضعتها. الآن سأضع فوقها طبقة من اللحمة المفرومة. ها هي الطبقة الأولى من اللحمة فوق الباذنجان، نعمل على تسويتها والضغط عليها قليلا هكذا. نضع المزيد. ونستمر هكذا بالضغط عليها لتأخذ شكل القالب. الآن سأضع طبقة ثانية من الباذنجان هكذا. وبعد ذلك أضع طبقة من الطماطم.
الآن سأضع طبقة من اللحمة، طبقة ثانية من اللحمة هكذا. ونضغط عليها بهذا الشكل. الآن سأضع طبقة من البطاطا المقلية. هكذا. الآن وبعدما انتهيت من ترتيب المواد الغذائية في هذا الوعاء، سأعمل على أفراغه في طبق التقديم هكذا. نضع طبق التقديم هكذا ونقلبه. حلقة أخيرة، بعدما قلبنا الطبق سنضع الطماطم هكذا بالوجه. ولم يتبقى لدينا سوى الثوم، سأعمل على تزيينه هكذا، تزيين الطبق به. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم دي لا كوثينا أوتومانا غرييغا إي أرابي مسقعة من المطبخ العثماني واليوناني والعربي المسقعة، قد أصبحت جاهزة. بألف صحة وعافية. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتنا لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم، متابعي قناتنا الكرام وكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، ننتظر تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة فيديوهاتنا أحبتكم وأصدقائكم ليتسنى وصول كل ما هو جديد على قناتنا إليكم. أحبتي، جميع المقادير تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو. أي سؤال أو استفسار أو تعليق جميل اتركوه لنا في قسم التعليقات وسيتم الرد عليه خلال 24 ساعة. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخلة، أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.